سيوة. هذا الشريع عندنا، هذا الشريع تاع السندورين رمان بها فقط عندنا بالشريع ترى من ابن نفسها وقع العين سنة قمت يسجيه عندنا هذا الشريع من يلطف انت في الدنيا يجب شو المعاونة من الخارج ترى يعاون الوحد بعد انه شو ما يغنوفا يعاون الوحد بالحق تخير غير من تخير من هذا شو يكون يشي الجحدين انت دعوة انت الزنقل انه مش عاكي ذاس رمان داغي حاموشن قدام انسان الجنس الزمان رغي انه نغي الشريع رغي عباشو هز قمين الجا غلاف قيخ الشوارو ايش الملكاي مغا من ايه تكون هدي الدنيا من ايه تكون هدي مرا تسمى غا حد يقول زنقل زي وينو تزل في تخابر حاو كيفي غاش عب عني السيق رمان داغي الشريع فلوسي الشريع عمزاي كيخنا غاسمي كيخنا هاي كان عدنا خنا غيرش شنو عدنا خنا أما اللي غادي يحدثو ذا يو قدنا أنا يا صافي شوف هاي غاينة غير غاينة أنا دول غاش هو مغاف النور هي لا غاش يعني من عشرين شي شنو فيه ما والو ينفع نوض بعشرين نهار واخا واخا هادشي واخا شم هاد المطلب المطلب من الزود خاصه يديري غيتنفذ عاجل لخروخ طلب لم زيارو قد بزاف ما طالب سنقفند ولكن خصها مطلب لم زيارو وتخشي تجي عاد نقاش وخشي تجي نقاش نغني ايوا طلب ما نلقى شو مي غنوا فاتاري شو المعاونه نشوف واش مي غنوا فاقرا من دار رئيس رئيس مجلس بلدي من مي قال لي منين انك سعيد كرو وي سعيد كرو خاصه 15 والله شهر ريان 6 بعد ما يغلق ياك ايش هاشر ايش منين اللي صاير القانون القانون مين يقع من هذيك الوضعيه اللي كتجمع لا وقع والو والو يقع حتى واحد الوالدين مش غايب الوالدين شغل يموت حيت الناس نداول سن ما ينسن وغايب ويك من راحة ايه لا يلا والو ويقع شي المعاونة مزيان وقع راه مش ندير الشوق راه مش الشوق لا لا انا نشرب الشوق شنو كلشي اللي بغينا هذا راه تقدم يا غيها كازين ما تيهمش شو سي والو وانا تشعاون بزاف صح بزاف يا عزيز الفسن يا عزيز الغير كل شيء يعاون بيه خاصو شتي دار القبالة يبدان بما نعمو تينا ويبدان الميدان ايوا دابا التقية انا نفسي ندار هدا الشارع انا حاسو سكنانية باش انا نسوي لا السبب تغير ما وجبوه مشكل وجو الشغل ديال السبب فهمت وين السبب من واسي تجي السبب من هي السبب تاع فهمت قبل يروح السبب ما تيمرك الناس اللي مركب ها لو غير واش حاب يتجم واش حاب يتجم شي قرب ديال سبعه عند عوينو سبعه حاموشا سبعه عند عوينو ايه واش تشتي مركب دي جن ولا مش اللي قرا حتى او غارين يجي قد مرات تجو كنت خمسه خدنا فيه يعني خمسة انت حاموشين انا عندي اثنين دوك حاموشين ندير جو حاموش دير غنزيان خمسة واخا كمال التوالي تصل شو ما تصلش تصل انك على شو زكون السلام عليكم سوى دخل بلو السلام عليكم مختولا كغد سلابي هو نشتي جوا عن جيزيني بعيش كان تدبري دوا وكان الدورة كان الدورة جو حنجيني كان حوان كسيها قد زاد القميص ضد كسيها أو حوان كسيها يمكن عاد يمكن الناس عاد شنو يبدا إيه مي غاس توريغ ديال نيشي العائلة بارا مش عمر ما كيخصي توريغ قاسو السيمان شو غايبو الخبار شنو غاسو السيمان كي مي غاسو نكسيني نزعما ما المشكل نسنوها لوخا ديال نيشي الحاج ديال نيشي غنرجل المشكل غنرجل المشكل هزو الحليس المشكلة خاص بزاف الحلول زعما غير قيم الداء بدون دواء ضروري يدير الحل يعني شي نزلو الحل لا نزيارو وقع الحل لا نزيارو اذا يوزن باش اثنين باش نعاوني بها شنو خصني نستور غامي نستور غير المجلس البلدي نستور غير الحكومة نستور غير الملك نستور غير الدولة العميقة نستور غير كلشي وي الجمعيات ما تجيش الجمعيات ما تجيش الجمعيات ما تجيش الجمعيات من ذاتي ماش كاين ياخو بزين ما يتجم لا جمعية ما يجي جمعية الطفولة ما يجي جمعية
نسيم من مسقال الجمعيات المغني مسكين مسكين في جمعيات وزوج جمعيات شحال وزوج شي في باغي نقد عقد ذري فينا شو السوق قال معايا سوق ذري فينا مزيان شو قاري فيا نبقى مولاي محمد نبقى فين نبقى فين نبقى الجمهور الريفي نبقى مسكين بالجمهور المسكين ما يجمع الجمهور الريفي ما يجمع مزيان ما يجمع مزيان ما يجمع الشوبين ما يجمع ما نقول يجمع المرسيد يا فلكو يلا زيد ما يجمع الدولة الأمازيغية ما يجمع الشعب الأمازيغي يا الشعب الأمازيغي يا خطبارة الشعب الريفي يا خطبارة يا زيد مسكين يلا زيد ما يجمع شو تبكي السبب يا خو ما عرفش وش كم يا خطبارة إذا ما تجيش العالم ديما غنلازم بكلشي ما غير خدم دبار كنت الشارع كوا ما يتجم ما يمسيد في الكومي مش كالضمير مش كالضمير راكم كاينين ما يجيش ما يجي الحق ما يجي حقوق الانسان يلا سيد ما يجيش البذ حقوق الانسان يلا سيد ما يجيك ما يجيك البن حمايه الطفل ديال حقوق الانسان ما يجيك الدستور المغربي الشكلي ما يجيك تسمى مسيد الشكلي ما يجيك الدستور المغربي ما يجيك الدستور قفز النوعيه ما يقدرش يسوى ما كاين 2011 ملي تجي الدستور المغربي 2011 ميسي كي عملية التطبيقية ميسي التنفيذ ميسي كي فوصول ميسي كي المادة ميسي كي ميجا ميجا منين عاوزي غوالو وجنوزي غوالو أقص أقا مشكلة أقا مشكلة أقا مشكلة صوع مشكلة أقا ها صوع أمان النوفي صح أسبق أنا أمان النوفي مالا مغرب عند مغارين سمسان دبارة سبق أنا عند مغارين سبق أنا عند مغارين أقا دبارة غازن حاوش دمزين كحمل وا عبان تنجيرين لي ماتسن لي جو مزيان دونك listen now I try to speak using English language in order to make this issue international. I don't want to make this one just national here in Morocco. No, I want to make it international. I want the media, I want BBC, I want everyone who sees this video, watches this video to listen to me very carefully because we have here a case, a situation that is not an other like an a normal situation. We have here a human situation. It's not just because you are at home, you don't need any food, you don't need any water. You speak that, you say that, you come to me and you say that I defend human rights. Where is human rights? Where the hell fucking human rights, where are they? Where are you? Just show me yourself. Show off. Just come and speak to me face to face. My name is Shahid Abali. I am from Morocco. I am from Nibouaye city. I live in Agadir neighborhood. You come to me and you speak to me face to face and then tell me about something called between brackets, between billions of brackets. You tell me about your human rights, your fucking human rights, you donkey. You come to me and we speak face to face. Then we come here and you speak to the woman right there, that is your mother, that is supposed to be your mother, your aunt, your sister, your daughter, and her children should be supposed to be yours, your children too. This is a shame, this is shameful. You should be ashamed of yourselves. You should be ashamed of yourselves. The ones who say that I am Moroccan or the ones who say that I am a refugee. You are not a refugee. Mulay Mohand did not let his mom outside in the street. Mulay Mohand defended his land, his territories, his homeland. Mulay Mohand, when he was a man, he defended his children, his mother, his sister, his uncles, the man, he was a legend. Allah yarhamu, Mulay Mohand, he moved. اسم ده مولاي محمد ناني وزوج مولاد محمد ناني دي ضاع مسكر ما يتجم مولاي محمد ما يتجم مولاي محمد يموت رفق سقف wake up world this message I want to spread this message to make it international I want this message to reach هولندا to reach Belgium to reach this is terrorism we should define terrorism again this is اقل ارهاب اقل ارهاب الارهاب تقاي لي بوايش كي This is terrorism. We don't have any ISIS or something else like this. This is terrorism. When you see, when you watch your mother, your sister is outside and it's, she told me that a cat, a donkey, every time I am very stressed. I have nothing to say.
I don't have a comment to comment about this because this is not, this is a catastrophe. You know what is catastrophe? This is shameful. If you speak about Madaya in Syria, if you speak about people that are hungry for no food to eat, if you speak about people in Somal, in Indonesia, in anywhere else, come to Mibuayesh. Mibuayesh is more than Madaya. We are a family that has more than Madaya in Syria. Terrorism is not about watching Jazeera, sahbi. What terrorism? What Iran? What Jishi? At the moment, the Zaid forces of Jazeera, the forces of RT in Russia, at the Qaqanish, at the Akhbar Al Alam, is the forces. What about Islam? What Islam? What Islam? I'm Muslim in the last zaman. Why did you bring Muslim? 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 Why did Well, this is a finished word. I want to thank the ones who helped these people. I want to say that you are going to go to heaven. I swear to God that you are going to go to heaven. You will be in heaven, inshallah. And I want to request this message to reach inshallah. Facebook, Twitter, Dayrif, أخبار الريف، بي بي سي، جزيرة، مدايا، مي جيشية ديال اليوم، كلشي. الرخبة أخي وين فاقن فاقن صافي فاق ساق. فاق عباد الله فاق. أشفى الله صاحبي، صافي شنين؟ أشفى الله ينعش الشيطان الحين.